بيرجين كان يبيرجين. البارح اولت البارح يجي مطر وعلت المي وشوي بيها صعوبه يعني، هسه جابوا باصات الحمد لله نروح ونجي مرتاحين ومبسوطين. والباص احسن من الشخطوره، الشخطوره يعني مو زياده، الشخطوره بيها خطوره. وهلا الحمد لله جابوا باصات خطوه كثير ايجابيه، الله يعطيكم العافيه. تم تنفيذ مشروع ذهاب الناس إلى إقليم كردستان عن طريق الجسر بالباصات، حيث سابقا كانوا يذهبون عن طريق القارب نتيجة المعاناة والوقت الطويل الذي كان يأخذون لذهابهم إلى إقليم كردستان. يذهب حوالي يوميا حوالي 300 شخص إلى 350 شخص من روجافا إلى إقليم كردستان. بالنسبة لحاملي الإقامة العراقية قاموا بتنفيذ مشروع إعطاء الإقامات دخول من معبر سيمالكا، أما بالنسبة للمسافرين كانوا زيارات أو مرضى فإنهم يقومون بتسجيل في مكتب الهجرة والجوازات في القامشلي.